مرات الغنية لما بتشيع وبتشتهر بتطبع صاحبها بطابع معين. أنا متذكر في غنية لنصر شمس الدين اسمها يا بله لا لا قتالة عيونة قتالة، قدمها من شي كذا سنة بأحدى مهرجانات بعلبك في ضمن مسرحية للأخوان الرحباني. قد ما اشتهرت الغنية وعرفت نجاح جماهيري كبير، صاروا الناس بس يشوفوا نصر يقولوا مرحبا يا بله لا لا كيفك يا بله لا لا. هلأ خلونا نرجع نحن وياكم شوي لورا، فادية راح ترجعنا إلى أيام حلوة مع يا بله لا لا. القلب ما يطار لا 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 لا